لو ما كان يجاوب على هذا السؤال كنت أصلاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وأسئلة جديدة وأجواء في غاية الجمال. اليوم يقومون بالزراعة ونحن سوف نسألهم. يا أبو محمد قرب. يا مرحبا حيك. ما هي آخر آية؟ ورحمة الله وبركاته. ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما شاء الله عليك. سورة المائدة. سورة المائدة. هذا أبو عبد الله. يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أول آية نزلت في القرآن؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا أبو أحمد ما شاء الله بتول بيطلب الله. إيش نسأله؟ إيش نسأله؟ اللهم صل على رسوله. لا عين أبو علي. إيش أسأله؟ قال أنت استجع من السؤال حقي. أكيد. لا إذا سألتني ما عرفت الجواب. من هو أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كلمة. إيش قلت أبو محمد؟ لو ما كان يجاوب على هذا السؤال كنت أديك. أصلاً أنا أبو أحمد ومعنا أبو عبد الله وهذا معنا أبو سياف. يا أبو سياف ريع. أبو سياف من أول من أسلم للصبية؟ علي بن أبي طالب. كرم الله وجهه. كرم الله وجهه في الجنة. ما سجد؟ لسان منقط. أبداً. وأول من آمن من الصبيان وعمره 14 سنة. يسجد لسان منقط. إجابة شافية كافية. معنا أبو أحمد. يا أبو أحمد. من أول من أسلم من الموالي؟ سعد يا أبو محمد. غير. زيد. ما معنى كلمة موالي يا أبو محمد؟ تعال هنا. ها؟ إيش معنى كلمة موالي؟ إيش يعني؟ إيش هذا السؤال؟ معنى كلمة موالي؟ الموالي يعني. ناس ما يعرف الموالي. أنا ما ندري إيش أقول لكم شيء. كان يعني من المساكين الضعفاء العبيد. الموالي. وهذا أبو عبد الله. يا مرحبا. السؤال إيش نقول يا أبو محمد؟ ده سؤال يا منعة. هذا. من هو ذو النورين؟ من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان. ومن هو مجهز جيش العسرة؟ مجهز جيش العسرة. كذا شيء جاوبنا على سؤال. هذا نبي عليه ما يقدر. هذا سؤال عليك. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. ومن هو الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن أبي طالب. ومن الذي تزوج ابنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان بن عفان. ولقب أيوة. بذو النورين. أيوة زعمنا بتعين أهشك. أيوة. دمتم في رعاية الله ورحم الله كل مشارك في نشر الخير بين الناس.